مستحضر يخفيه عليكم أطباء الجلدية هو سر تفتيح البشرة. من فوائده هو يفتح التصبغات القديمة ويمنع التصبغات الجديدة ويقلل تهيج البشرة وينظم إفراز الزيوت على البشرة، يوحد لون البشرة ومضاد أكسدة، يقلل إحمرار البشرة وآمن للحامل والمرضع. وأنه معالج لحب الشباب من الدرجة الأولى لأنه ينظم إنتاج الزيوت في البشرة، ليس له أي أعراض جانبية، هو المستحضر الطبيعي بدون منازع الأول للبشرة، وأكيد رخيص في متناول الجميع. هو عرق السوس. للبدء نحضر 100 جرام عرق السوس مع لتر ماء، نضعه يغلي. لا تخاف المادة الفعالة لن تختفي لأنها من المواد الطيارة التي لا تتبخر، ثم نقوم بغليه إلى أن تصير الكمية عبارة عن 5 ملاعق كبيرة فقط. لكي نستخدمه نحضر قطنة ثم نطبقها على جميع الوجه في كل مساء قبل النوم مع تفادي منطقة العين، وسوف تلاحظون نتائج مبهرة.